لكن بطلنا أستاذ محمد المصري صائد الدبابات، دبابات العدو 27 دبابة، فخلينا نتكلم يعني أولا بداية شعورك باليوم، ثانيا إزاي بتسترجع كل ما شاء الله الأعمال البطولية اللي حضرتك قلتها عملتها. بسم الله الرحمن الرحيم. نصر أكتوبر سيظل ساطعا في سماء الدنيا حتى قيام الساعة، لأن دي أول مواجهة ما بين الجندي الإسرائيلي والجندي المصري. نعم. اعتبر حضرتك. هي اللحظة بتاعت اليوم ده بتسبقها مراحل ورا. مراحل تدريب، مراحل صعبة جدا، منها إزاي اتدربت إن أنا أكون صائد الدبابات. بفضل الله سبحانه وتعالى انا دمرت 27 دبابه، من ضمنهم دبابه عساف ياجوري قائد اللواء 190 مدرع الاسرائيلي. في تقرير من البنتاجون الامريكي طلع في فبراير 74، مفاد التقرير بيقول ان الاول مره في العصر الحديث في تاريخ الحروب الحديثه فرد او مجموعه افراد لا تتعدى الثلاث افراد بيدمر هذا الكم من الدبابات بصواريخ موجهه بالسلك وليست بالتنشين. ما حصلش موجهه بالايه؟ موجهه بالسلك. ما هي العظمه مش في 27 دبابه، لا اطلاقا. امال ايه؟ العظمه في كيفيه العمل. خدت بقى حضرتك؟ ده ايه التكنيك بتاع اسقاط الدبابات يعني؟ اسقاط الدبابات الطقم ثلاث افراد، حكم دار الطقم مع صندوق التحكم او جهاز الاطلاق. في فردين معاه. الفردين كل واحد معاه خط النيران اربع صواريخ. احنا اتدربنا على الحاجات ديت سنتين ونص، وصلنا لاعلى مراحل التدريب. الصاروخ بيقطع 3 كيلو في 27 ثانية. توجيه بالسلك بوجهه بسبابة وابهام اليد اليمنى وسبابة وابهام اليد اليسرى بعصا التوجيه، جهاز الاطلاق في عصا التوجيه اللي بوجه بها الصاروخ. كلامي مع الصاروخ بيبتدي بعد اطلاق الصاروخ. في كلام، في حوار بيني وبين الصاروخ وهو ماشي. ازاي؟ بمعنى انا ليا مهمتين في الحرب. المهمه الاولى بعد العبور في القوارب المطاطيه وتسلقنا الساتر الترابي، المهمه الاولى هي صد هجوم العدو المفاجئ. المهمه الثانيه بشتغل خلف خطوط العدو. بمعنى بيزرعونا اكمنه في وسط قوات العدو. طب المهمه الاولانيه ما كانتش موجوده لسبب. من 2:30 يوم 6 اكتوبر حتى مساء 7 اكتوبر كان معدل الضفه الشرقيه 80,000 جندي واقفين على ارض سيناء. مساء 7 اكتوبر. وكلمه جندي تطلق على القائد وعلى الجندي. تمام. إذا المهمة دي ما كانتش موجودة، المهمة التانية إن أنا بشتغل خلف خطوط العدو. بمعنى أنا بتزرع كمين في وسط قوات العدو. خدت بال حضرتك؟ حضرتك كنت موجود بقى كده قبل لحظة العبور ولا في أثناء لحظة العبور؟ أنا عبرت الساعة 2:30 عبرت معاهم عادي وبعدين ضمن الساعة 2:00 ضمن الموجات الأولى للعبور تبقى خلف خطوط العدو بقى علشان بشتغل بقى خلف خطوط العدو إزاي؟ الدبابات. إزاي بقى؟ الأمر بيجي بأفرض الخريطة مع القائد مقدم الشهيد صلاح حواش. تمام. بحدد الموقع على الخريطة اللي أنا هروح أشتغل من عليه. المسافة اللي بيني وبين الموقع 8 كيلو. بحدده على الخريطة. الطريق اللي أنا بدخل منه غير الطريق اللي أنا برجع منه. وصلت الساعة 2 بالليل، أنا والاتنين اللي معايا والمقدم الشهيد صلاح حواش. بمشي 8 كيلو عمقا في وسط قوات العدو. وصلت للموقع الساعة 2 بالليل، وإن شاء الله لازم أوصل الساعة 2 بالليل. عشان أكتشف الدبابات لازم أكون في أعلى مكان. وتعرف خط سيرها. هتيجي منين؟ إيه المكان اللي هتختاره؟ أنا ليا قطاع النيران أو مسرح العمليات بتاعي اللي بشتغل من عليه. كيلو ونص عرض في 3 كيلو طول. ليا حد يمين وحد يسار. من أول ما بوصل الساعة 2:02 الساعة 2 بالليل حتى أول ضوء للفجر كل واحد فينا بيعمل التجهيز الهندسي لنفسه. حفره برميليه شكل البرميل بطولي هندفن فيها وراس هي اللي تبان.
وصندوق التحكم او جهاز الاطلاق سهل اخفائه وتمويهه. تمام. الاثنين في بطن التبه تحت، كل واحد عامل لنفسه نفس التجهيز الهندسي. تمام. المقدم صلاح حواش هو قريب مني. عمل لنفسه التجهيز الهندسي. مع اول ضوء للفجر بصدر اوامري، كل واحد دفن نفسه خلاص. ما فيش حاجه باينه منه الا راسه. راسه بس. اول ضوء للفجر بصدر اوامر لاحد الفردين ينصب لي من نص الصواريخ الاربعه، يا شمال يا يمين على حسب اتجاه الريح. هو في الوقت اللي بنصب فيه من نص الصواريخ انا بعمل حاجه اسمها تذكره المرمى. في محيط الكيلو نص عرض في الثلاثة كيلو طول. قلت لي برضو من شويه بيبقى في حوار بيني وبين الصاروخ. بعد اطلاق. يعني بايه؟ ما هو لسه بقى. خدت بال حضرتك؟ اتفضل. شويه عشب اخضر، شويه رمل بارزين، الصحراء ما فيهاش غير كده. يا عشب اخضر يا رمل بارزه. ماشي. 30 40 نقطة في هذا المحيط بحدد مسافاتهم ذهنيا بيني وبينهم، بمعنى دي على بعد 800 متر، دي كيلو، دي كيلو ونص وهكذا. تمام. أحفظهم بأبعادهم وأنسى اسمي. لان انا هحتاجهم فيما بعد. في مؤشر مسافه جوه المنظار بيقول لي الدبابات جايه على بعد 4 كيلو. 3 كيلو ونص، 3 كيلو دخلت في المرمى. ما بضربهاش على 3 كيلو. مش عشان قوه الصدمه، لا، او قوه النيران، او قوه التفجير، لا. عشان عده عوامل. العامل الاولاني ظاهره السراب. ودي بتتجلى في الصحراء. والصحراء بتخدع. تمام. العامل الثاني قد يكون حصل عطل في مؤشر المسافة ولو واحد على المليون. العامل الثالث ان الصاروخ قبل الحرب كان ثمنه 500 دولار، وال 500 دولار دول من دم الشعب، ارتفع ثمنه اثناء الحرب من 500 الى 1500 دولار. طيب انت مش عايز تهدره. مش عايز اهدره. ده انا في وسط موت، وسط حياة، وسط قتال. انت بتفكر في 500 دولار من دم الشعب ومن دم الناس وانت ميت. القياده العسكريه بتدفعنا الى هذه الاكمنه ومتاكده تماما ان احنا مش راجعين. لكن عمري بيد الله سبحانه وتعالى. نعم بالله. مش هموت الا ما استوفي كل امور حياتي حتى شربت الماء. الدبابات دخلت بقت في المرمى على حسب ما اتدربت. انا عايز اضرب الدباب المعينه ديت ما ينفعش الا الصاروخ الثالث. لا اضرب الاولاني ولا الثاني ولا الاول ايه؟ ولا الرابع. تمام. لان الزمن والمسافه الاثنين بينتهوا مع بعض. تمام. والصاروخ بيقطع ال 3 كيلو في 27 ثانية. بجيب المفتاح رقم 3 وبتك على الزر، بيطلع الصاروخ، بقسم ال 27 ثانية إلى ثلاث مراحل. 16 ثانية الأولى بوجه الصاروخ فوق النقطة الإشارية الثابتة اللي هي ظاهرة في المنظار، والدبابة ظاهرة في المنظار. وبعدين؟ جبت فوق النقطة الإشارية الثابتة، دخلت في المنظار، لقيت الصاروخ، يبقى الصاروخ والدباب. فاضل 11 ثانية. في الست ثواني الأولى بخش دايركت على الدبابة دون استنزاف زمن ومسافة على الفاضي. فالخمس ثواني بكتم نفسي لمدة 5 ثواني. عملية الشهيق والزفير هتخلي الصاروخ يشطح في المنظار سنتي على الطبيعة ب 100 متر زي مقياس الرسم بتاع الخريطة. الصاروخ ما بيخش جوه الدبابة، بيصطدم بيها وبينزل تاني. بس بعد 3 ثواني من اصطدامه بيطلع نافورة لهب طولها 40 سنتي. سمك جدار الدبابة 20 سنتي صلب. في 20 سنتي استنزاف في الجدار، في 20 سنتي نار جوه، فيهم 10,000 درجة حرارة مئوية. علميا الحديد بينصهر عند 1400 درجة. بيبقى عندي 8600 درجة احتياطي و100 ألف ضغط جوي. كل ده جوه الدبابة. اللي بينجو من الدبابة مين؟ اللي هو على البرج. اللي هو على السافية جوري. فعشان كده بقى أسير. كده كان يوم 8 اكتوبر، يوم استشهاد المقدم شهيد صلاح حواش، بعد ما المشاة المتقدم اثروه واللي اثروا النقيب يسر عماره. انا ضربت دبابته واللي اثروا النقيب يسر عماره، حاليا اللواء يسر عماره بتاعه الله بالصحه. مش هتقولي بقى كنت بتتكلم مع الصاروخ بتقول ايه وهو بكلمه ازاي بقى؟ ايوه. الصاروخ وهو ماشي بيلف 8.5 لفه الجهة اليمين في الثانية، وفي لمبة حمراء بتنور ورا. بتنور لي أنا. اللمبة الحمراء مقسومة على إيه؟ على في قسمين. القسم الأولاني منها 500 شمعة. القسم الثاني منها 19,000 شمعة. تمام. لو إداني ال 19,000 شمعة مرة واحدة وأنا بيني وبينه 500 متر، إنسان العين مش هيلحق يتكيف مع الجو الجديد.
فبيديني الاضاءه على مراحل. زائد ان في حاجه اسمها العضو ايه؟ العضو الدوار او الجيروسكوب، دي ضمن الحركه الميكانيكيه بتاعت الصاروخ. تمام. خدت بال حضرتك؟ بيديني اشارات وانذارات من اللي بيها اسيطر عليه واجيبه يمين وشمال وفوق وتحت بسبابه وابهام اليد اليمنى وسبابه وابهام اليد اليسرى، لكن لو هنزله لتحت انزله باتقان. عشان الجاذبيه الارضيه عامل مساعد معايا. ده الحوار وده الكلام اللي بيني وبين الصاروخ. والحمد لله يعني عملت بطولات.